وانا دائما يعني رهن اشاره النادي الفيصلي، اكيد نادي الفيصلي، وان شاء الله رهن الاشاره باي وقت. انا مدرب والي الفخر والشرف انه انا ادرب نادي كبير زي نادي الفيصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في البدايه بحب اتشرف في الاستمرار بالقياده الفنيه لنادي الفيصلي النادي الزعيم. بحب اشكر طبعا اداره النادي على ثقتهم فيك احمد هايل وفي الجهاز الفني كامل. ان شاء الله راح نكون عند حسن الظن في الفتره القادمه. اكيد راح نعمل وراح نجتهد وراح نشتغل على البناء على الفريق الموسم الماضي، وان شاء الله بنوعدهم انه راح نحصد باذن الله البطولات، سواء بطوله الدوري او بطوله الكاس. اكيد الموسم القادم موسم صعب، خصوصا راح يشهد بعض التغييرات. حسب ما سمعنا انه راح يكون في اربع فرق راح تهبط للدرجه الثانيه، فراح تكون المنافسه قويه، بالاضافه الى انه راح نلعب بطولة الدرع أيضا بأيام الفيفا دي. فهذا إن شاء الله نكون موسم يليق بتاريخ وسمعة النادي الفيصلي. وأكيد نوعد الجماهير إن شاء الله أنه الموسم القادم يلبي طموحاتهم، نتمنى وقوفهم زي ما عودونا دائما خلف الفريق في الموسم القادم. وأنا دائما يعني رهن إشارة النادي الفيصلي، أكيد نادي الفيصلي، وإن شاء الله رهن الإشارة بأي وقت. أنا مدرب وإلي الفخر والشرف أنه أنا أدرب نادي كبير زي نادي الفيصلي، وإن شاء الله رب العالم يكون موسم خير بإذن الله علينا جميعا. لا أكيد إحنا الموسم الماضي أكيد اشتغلنا، وخصوصا في مرحلة الإياب الفريق كان جاهز وفريق كان مكتمل، فأكيد رح نبني على هذا الفريق. بالعكس إحنا ما رح نقدر أو نستغني عن اللاعبين، إحنا بالعكس إحنا بدنا نعزز صفوف الفريق بلاعبين وأيضا محترفين. وإن شاء الله أكيد يعني النادي الفيصلي نادي كبير، يعني ما بيقبل إلا بالبطولات، وإن شاء الله رح نستقطب لاعبين على مستوى عالي. أكيد هذا إشي باحتراف كرة القدم موجود، أكيد ما في لاعب ممكن اليوم بنادي الفيصلي بكرة في نادي ثاني، هذا احتراف. وأكيد زي ما أنا مدرب اليوم موجود في نادي بكره بنادي ثاني، اكيد لا شك، ولكن احنا ان شاء الله راح نشتغل على بناء على الفريق الموسم الماضي باذن الله.